يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نستمع الآن إلى درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى وقواه، رئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان، وموضوع درسه فضائل الأعمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين المباركين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فمن جملة الخيرات والفضائل التي وردت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة غفر الله له 2 سنين، سنة أمامه وسنة خلفه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها بعدما يصبح موقنا فمات من يومه قبل أن يمسي كان في الجنة، وإن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير
وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وهذه السورة تقرأ قبل النوم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل ولك بمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله 33 وحمد مثل ذلك وكبر مثل ذلك وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنفع لـ90 داء أقلها الهم. وفي حديث: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز تحت العرش. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، وعمد إلى الثوب الذي أخلقه أي أبلاه فتصدق به، كان في حفظ الله وكنف الله حيا وميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الانتهاء من الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الحاكم من حديث علي: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70 ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة أي بستان. ومن خرج مصبحا خرج معه 70 ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له مخرفة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: هذه الكلمات من قالها 7 مرات في ليلة الجمعة فمات في تلك الليلة دخل الجنة، ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجنة. من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك وفي قبضتك وناصيتي بيدك، أمسيت على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 مرات وحط عنه 10 خطيئات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله والله أكبر غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. وإن قال اللهم أجرني من النار مثل ذلك قالت النار اللهم أجره من النار. فهذا الدعاء يقال صباحا ومساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخيرات وأن يرزقنا الهمة العالية في فعل الطاعات إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. استمعنا إلى درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ جميل حليم رئيس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان.